يقول السائل: إذا خرج الرجل من المسجد وذهب ليتوضأ في ساحة المسجد ثم يرجع إليه، فهل يصلي ركعتي تحية المسجد؟ لا، من خرج بنية الرجوع فهو في حكم الباقي في المسجد. إذا خرج من المسجد بنية الرجوع فليس عليه، إذا رجع ليس عليه تحية مسجد، لأنه في حكم الباقي في المسجد.